ايه الفرق بين سعر الصرف المرن اللي هي طالباه والتعويم؟ فرق كبير جدا. احنا للاسف الخطا الكبير اللي وقعنا فيه من 2016 ان احنا دايما بنكرر كلمه تعويم او تحرير مطلق، وده غير طبيعي وغير منطقي. وانا من زمان الحقيقه لو حضرتك ترجعي صحيح كلامي هتلاقيني كنت صحيح مع نفسي كده بقول مفيش حاجه اسمها تعويم، احنا ما بنعرفش نعمل تعويم وعمرنا ما عملناه، لا في السبعينات ولا في كل تحريك حصل او ديفالويشن او تخفيض حصل خلال السنوات دي كلها، وده شيء طبيعي على فكره ان اله لما التعويم رفعنا لما رفعنا الدولار من 9 جنيه ل 15 ونزل بعد كده ما كانش تعويم؟ ما كانش تعويم، كان تحريك او ديفالويشن او بنسميه يعني تعويم جزئي او تعويم مضار او ما الى ذلك، لكن ما كانش فري فلوتيشن، وده طبيعي لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا احتياجنا او الاكسبوجر بتاعنا او يعني انكشافنا على العالم الخارجي كبير شويه. طب احنا في رايك احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ تعويم حاجه اسمها ربط ولا تحريك ولا تحريك مرن؟ ربط مرن، لان ربط مرن تحريك لو مره واحده زي 2016 ونسيبه مش كفايه ان احنا نطلع اعلان ان احنا عومنا، لكن احنا ما عملناش حاجه غير ان احنا عملنا ديفالويشن او خطا. تمام. لا انا محتاج اعمل حاجه اسمها ربط مرن. الربط المرن ده معناه ان انا بتحرك في حدود سعريه، الحدود دي اعمل لها مؤشرات، المؤشرات دي بتبقى مكونه من اصول كثيره منها الذهب ومنها كثير مما يعني يدخل في اصول البنك المركزي او تحت عينه وبصري وفي القطاع المصرفي. وفي نفس الوقت هذا الباند او هذا الرينج او المدى اللي انا بتحرك فيه يكون معلن ويتغير مثلا كل كوارتر، كل ربع سنه او كل نصف سنه، وده هيدي نوع من الاطمئنان للسوق ومش هيبقى فيه خوف او ترقب دايما، وتلاقي مثلا سوق الذهب وقف مستني التعويم بكره، سوق مش عارف الطيران، الدنيا على فكره كلها واقفه، كلها واقفه، حاجه طيب. ما تضرش حد يعني. بالظبط بالظبط، عشان كده بقول لك محتاجين قاعده معاك ومحتاجين لقاء. طيب في تقديرك ان شاء الله هيبقى قريب، يعني لو بكره يبقى زي الفل. طيب دكتور مدحت، في تقديرك التحريك يبقى ازاي؟ يعني انا شايفه كده على بنك المركزي بنتحرك في قرشين، بنتحرك في 15 قرش ساعات، طبعا حضرتك متابعه ده. انت شايف التحريك اللي قلت لي ايه المربوط او الربط المرن؟ الربط المرن المرونه القادمه دي شايفه يبقى ازاي؟ شايفه يوصل لكام؟ المرونه الجزئيه البسيطه القادمه دي اللي احنا اتفقنا جميعا هي دي المقبوله، وهي دي اللي حتى ميلتون فريدمان نفسه بيقول بلاد زينا وزي تشيلي وزي غيرنا لازم يمشوا عليها. هذه المرونه محتاجه شويه سيوله، قدر السيوله اللي هيجي لي هو اللي هيحدد لي اقدر اطلع لحد فين، بمعنى المبلغ اللي هيكون عندي هيحدد لي وفقا لاولوياتي والاحتياجات المهمه. فهمت. طبعا الاحتياجات الاقل هي اللي هتكون لي اقدر اسندها لحد سعر كام، يعني لما يطلب عندي، المهم لما يطلب عند السعر ده يكون 40 يكون 45 ايا كان، لما يطلب عند السعر ده اقدر اوفر. انا محتاجاك في لقاء علشان تقول لي ازاي فكره البيضه ولا الفرخه، وانا بتصور يعني مش بتصور ده واقع، احنا مش اول حاله في الكوكب ولا في المجرة، فبالتالي في دول كتيرة مرت باللي احنا بيه ده وخرجت، عايزين نخرج بقى. نظبط مع حضرتك لقاء دكتور مدحت، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.